ممكن تعمل افلام او حفلات لمحمد رمضان؟ لا خلاص، انا ما بحبش الطابع المزيكا اللي هي للشكل ده، يعني انا ما بحبهاش. بعمل لعمرو دياب، بعمل تامر حسني، اوكا اورتيجا، انا بعمل لهم ايفنتات على السكيل بتاعهم، ما بيطلعوش مثلا لا هم ما بيعملوش يعني بص، كل نجم رمضان نجم كبير، ما حدش يقدر يتكلم عليه، بس هو ليه مدرسه هي عكس مدرستي انا خالص. دي الحفلات الافلام ولا نوت ماي تارجت، لان برضو هرجع بالسي في بتاع الافلام اللي اتعملت كلها. انا راجل مش بعمل افلام خناق،